مرت علينا في هذا الأسبوع رياح تحمل الغبار، وسأتحدث عن هذا المخلوق كما جاء في كتاب الله عز وجل لنعلم عظمة هذا المخلوق، وهذا يدل على عظم خالقه عز وجل. الرياح تكون جندا من جنود الله عز وجل لنصرة المسلمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها كما صانع بكفار قريش في غزوة الأحزاب. وهذه تسمى بالريح الصبا، وهي التي هي الرياح من الجهة الشرقية. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: نصرت بالصباح.